صباح الخير، نتلاقى الليلة في مي لايف توثيق جديد لإبداعات خرطومي، لأنه أنا جغرافيا في الخرطوم. إبداعات عبارة عن جداريات اتعملت بعد مجزرة القيادة العامة، ربنا يتقبل فيها شهدانا، يشفي جرحانا، يجمعنا المفقودين يا رب العالمين. إحنا الليلة في المي لايف توثيقي رقم 50 ورابع توثيق خلال الليلة. أنا في شارع الجمهورية، درجة الحرارة 22 في موبايلي، فجو حلو ولذيذ. إن شاء الله يكون يومكم حلو ولذيذ زي درجة الحرارة هسه دي. الجدارية دي كان اشتغلتها قبل كده، هي في حي المقرن جنب بنك السودان، ف ده شارع الجمهورية طبعا، فحصلت فيها إضافات خلينا نشوفها مع بعض إن شاء الله. كانت لحد هنا وداعنا الكيزان، المقرن، ثورة ثورية، دي الإضافة اللي حصلت من هنا. لا، لحد مدينة كانت فيه، هذه الإضافة الجديدة هنشوفها مع بعض في مبادرة جدارية الشهداء الثورة على السودان. اثنين من الثوار رافعين يدينهم بيهتفوا بكون تحية لكنداكات بلادي اللي كانت مشاركتهم واضحة جدا في ثورة ديسمبر المجيدة، مبادرة جداريات الشهداء. اللهم هب لنا من الأقدار أجملها، اللهم آمين. بالخط العربي الجميل ده اثنين من الثوار رافعين علامة النصر. ممكن يكون المدنقر ده إشارة للثائر اللي خلى الكنداكة تطلع في ظهره، وفي واحد تاكا ما دريت ده ما ديدوا ليها وطلعوها في بحيطة بتاعت مبنى عشان كانوا محاصرينهم الكجر وكذا يبظل عوالق نخليها دل. نشوف الليلة يتوثق منهم في الجدارية دي من شهدانا. الشهيد عبد العزيز سليمان من شهدانا في 11 ابريل بعد الاحتصام ما بدا يعني. الشهيد احمد المكذوب 6 ابريل موكب. شيء قدام شويه. الشهيد ياسر محمد عبد الله 3/6 من شهداء المجزرة يوم 20 رمضان. اللفة الأفريقية بتاعت هنا الفارغة الشعر في غطاء الرأس يعني نسميه، يقول مبادرة جدارية الشهداء. وأكيد شعارنا الآيكون لثورة ديسمبر المجيدة حرية سلام وعدالة. ده الجزء القديم من الجدارية، أو الباقي فيها يتعدل عليه. حرية سلام وعدالة، أكيد الثورة خيار الشعب، الثورة مستمرة، رب يتقبل شهدانا ديل في الجدارية دي وشهدانا في جداريات أخرى يتوثق ليهم، والشهداء ما توثق ليهم رب يتقبل شهدانا الغرقون في النيل، هم أحياء أو يستشهدوا ورموا جثامين وطهرة في النيل، المجارمة والخانوا بلدهم خانوا إنسانيتهم وعملوا الجريمة البشعة مكتومة الأركان دي، مكتومة الأركان. وإن شاء الله نجيب حق الشهداء ديل وناخد حقنا من زهق أرواحهم بإذن الله.
ربي يتقبل الشهيد عبد العزيز سليمان استشهد في 11 ابريل. ربي يتقبل الشهيد احمد مجذوب احمد المجذوب اللي استشهد في 6 ابريل. وربي يتقبل الشهيد ياسر محمد عبد الله اللي استشهد في المجزرة في القيادة العامة اللي كانت يوم 3/6 الموافق 29 رمضان. بكده انتهى المين لايف التوثيقي اللي وثق للابداعات الخرطومية دي اللي اتعملت بعد مجزرة القيادة العامة اللي وثقت لشهدانا. وأكيد شهدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار المات ضمير خاين حالفين نجيب التار. شاكر لكم لحسن المتابعة. نتلاقى في لايف توثيق جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.